سيرة النبي الأعظم احنا محتاجين يا جماعة على المنابر في الكتب في الفضائيات ترجمة للأجانب أيضا اللي اسمعوا سيرة مخالفة للسيرة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، اسمعوا سيرة نبوية مشوهة. فهذا دورنا، دور الشباب اللي موجودين في الخارج من إخواننا العراقيين أو الإيرانيين اللي مثلا موجودين في الخارج أو اللبنانيين اللي يعرفون لغات، خلي يترجمون هذه الروايات بقدر الإمكان، كل واحد بقدره، اللي يقدر يترجم رواية، اللي يقدر يترجم كتاب، اللي يقدر يترجم له صفحة، اللي يقدر يترجم له مقطع. خل ندعو الناس إلى تعالوا فهموا حديث آل محمد عليهم السلام، تعالوا شوفوا الرحمة، تعالوا شوفوا الرسول الأعظم. هذه الرواية اللي مع الأسف لا تروى على المنابر بسبب تضعيف العلماء لتفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام. تعالوا خل نشوف هذه، لو أنك أنت هذه المناظرة تعرضها على أناس أجانب وتقول لهم هذا منطق رسولنا الكريم ومنطق القرآن الكريم، تعالوا شوفوا هذا المنطق، أنا أتوقع كثير من الناس راح تتغير نظرتها للإسلام إذا فهم مثل هذه الروايات بهمتكم، إذا أنتوا نشرتوا حديث آل محمد. احنا قاعد نشوف العالم كله قاعد يتكالب علينا، مؤامرات ودول كبرى تتعاقد وتتحالف مع دول ممولة ومع أحزاب وجماعات وتنظيمات إرهابية تفجر في الشيعة وتقتل في الشيعة وتستخدم الماكنة الإعلامية لتشويه سمعة الشيعة. كل هذا أظن واضح لكم كلكم. أرجوكم لا إحنا نصير نحط على الجرح ملح، لا نجرح أنفسنا أكثر. يعني لما تكون في تفجيرات في العراق 18 تفجير في يوم واحد، وأشوف بعض الشباب على الفيسبوك، واحد حاط لي صورة بنت والثاني حاط لي صورة مصور لي عياله، يعني خلونا نستغل وسائل التواصل هذه من أجل أن احنا نرفع الجهل عن هذه الأمة، من أجل أن احنا نعرف الناس بحديث آل محمد، نعرف أنفسنا عيالنا اللي ما درسوا مثل هذه الروايات لا على منابر في حسينية ولا في مدارس ولا في مساجد ولا في دورات مع الأسف، ولا يسمعونها. ويمكن حتى لمن أحد يبي مثلا يسمعها تلقى أكو ناس مثلا يكرهوني لسبب ما، مثلا أنا مخالف توجههم، مخالف تيارهم، حسدا، شكلي معاجبهم إلى آخره، يمنعونهم مثلا يستمعون إلى هذه الرواية. فإحنا خلونا نستغل وسائل التواصل الاجتماعي في نشر حديث آل محمد، هذه فرصة، فرصة ويت لنا ليريول قبل الشيعة اللي يذكر في التسعينات وين كان في عندنا قنوات شيعية. الحين أنت بروحك قناة، أنت بروحك وسيلة إعلامية، أنت مؤسسة إعلامية، تقدر تفتح تويتر، تقدر تفتح واتساب، فايبر، تيليجرام، جوجل بلس، إنستغرام، إلى آخره من البرامج، ساهموا في نشر حديث آل محمد، ساهموا في تبيان المظلومية اللي قاعد يتعرضون لها الشيعة. هذه المظلومية من قتل وتفجير، والشيعة ساكتين والساسة ساكتين والعلماء ساكتين وما حد يتكلم. واحد حقير واطي يكتب في تفسيره اللي أوطى منه واللي يحترم هذا التفسير أوطى منه واللي ترجم هذا التفسير هو أوطى منه، يكتب أن أمير المؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه يشرب خمر، حاشاه روحي له الفداء، النجس يتطهر بملامسة المعصوم له، أهل بيت الطهارة والعصمة. هذا الشخص يجي حاكم البلد ويعدمه، ويقومون عمائم
وتروح تسوي مؤامرة على مرجع من أجل أن يكتب برقية استرحام له وتغلق بعض المكاتب وحداد وحزن عند أناس بعد ما هلك، لأن الظالم سيفي. الله سبحانه وتعالى سلط الظلام على بعض هؤلاء. إنزين، ما بأذكر بعض العمائم الشيعية اللي يعني قريبا أعدمت. هل جرى ربع هذا التحرك؟ هل جرى ربع هذا التحرك؟ وسائل التواصل اللي موجودة عند حتى أهل الخلاف في ملهى، يقتل كم واحد، شوف التفاعل، حتى الغير متدين يتفاعل. بينما عندنا 18 تفجير والناس، هذا قاعد يحط لي صورة عياله، ذاك يحط لي صورة مطعم، وهذا كاتب لي نكتة، وهذا كاتب لي لغز، وهذا حاط لي صورة قديمة حق أبوه وهو قاعد بمطعم. شنو هذا؟ متى احنا راح نرتقي في طرحنا في استخدامنا لوسائل التواصل الاجتماعي؟ متى راح نصير أمة أوادم نعرف نوصل مظلوميتنا وغيرها؟ اليهود، تدرون كم متحف لليهود يتحجون عن الهولوكوست؟ تدرون كم فيلم سووه، كم فيلم مولوه، كم مقالة كتبت، كم كتاب، كم مركز أبحاث، كم قناة، كم 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 احنا سوينا، احنا سوينا. ايش كثر تكلمنا عن المظلومية؟ ليش دماء الشيعية تصير رخيصة؟ منو اللي وصلنا إلى حالة إن إحنا نصير حتى لا مبالين، لا مبالين؟ منو اللي وصلنا إلى حالة العنصرية اللي بيناتنا؟ بيناتنا عنصرية لا حد ينكر. تبي أكبر دليل؟ يصير ساعات تفجير في العراق، تلاقي الشيعة اللي موجودين في مكان ثاني مو همهم، كنا شيء عادي. وين احنا المفروض مؤمنين وبعضنا اولياء بعض؟ اذا مات عراقي كان اخوي اللي مات، اذا ماتت عراقيه كانها اختي اللي ماتت. ولا ليش ذيله بالعراق وانا هني بامان مثلا؟ فوهمني الموضوع. ليش اكو ناس حتى اصلا تلقاه داخل البلد نفسه لكن لاهي خلاص صار الموضوع عادي عندنا؟ يعني ايه عادي، ها انفجار، كم ماتوا؟ اثنين، يلا الحمد لله. تعال شوف اليهود اللي يذكر مثلا او يقرا لمن انقتلوا بعض اليهود اللي كانوا مشاركين في الاولمبياد في برلين. سووا اليهود برئيسة، يعني رئيستهم شكلت فرقة من المخابرات من الموساد اغتيال، يغتالون واحد واحد من اللي شاركوا في عملية خطف اليهود اللي كانوا في برلين، لأن انحاشوا، كانت مجموعة من الفلسطينيين اللي خذوا قتلوا بعض وسروا بعض الأسرى اللي كانوا موجودين في برلين اللي مشاركين في الأولمبياد. المخابرات الإسرائيلية تتبعتهم واحد واحد، اللي موجود في تونس، اللي موجود في فرنسا، اللي موجود في راحوا لهم إنزال، حتى في تونس سووا إنزال، ذبحوهم ورجعوا. وإحنا ناسين أنفسنا. الكلام كثير، أتمنى تكونون استفدتوا. لا تحرمون الدعاء بحق محمد وآل محمد، أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لنشر حديث آل محمد. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.